صدفه الحسن بسم الله مدرب السي العرائش على هامش بدايه اعدادات الموسم الرياضي المقبل. لا يتكلمنا على المقابله الاعداديه امام نادي وداد طنجه. خويا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكرك على استسمتها لهذه المواكبه ديال الانديه الرياضيه والنشاطات الرياضيه اللي كتبقى في المدينه. بالنسبه لنا حنا ما نقدروش ندخلوا المباراه في خانه الاستعدادات لان باقي كنرموا شي شويه البيت ديالنا ونحاولوا ما امكن نغطيوا بعض الخدوش اللي بانت في مرحله ما بعد نهايه البطوله الموسم السابق. وكيف ماشي لقاء كان مع فريق وداد طنجة اللي واحد كيتعدم واحد اقوى الانديه اللي هو في الشمال، والحمد لله وليدات العرائش بنفسه المستوى اللي تزوروا به. كانت مقابله كانت نديه لدرجه ان بعض الاحيان تعرضوا لبعض الاصابات اللي ربما كنتمناو بالشيء على عاجل اللاعبين اللي وصلوا لهذا المستوى هذا. وحنا في هذه المرحله هذه كما قلت لك كرموا البيت ديالنا على اساس بالنسبه للتركيبه البشريه اللي اعتمدتوا عليها، يعني واش وقع فيها شي تغيير؟ واش كاين شي؟ لا ما كاينش تغييرات ابدا، هي التركيبه البشريه هي نفس اللاعبين اللي مارسوا في واحد الوقت في هذه الصوره هما اللي كنسيروا بهم. يعني ما يمكن لك دير تغيير ولا تجيب لاعبين رافع الامكانيات الماديه ما كتسمحش، كنعتمدوا على مدرسه النادي وعلى واش يمكن نقول على الاستعداد ديال الفريق يعني البرنامج الاعدادي؟ واش غادي يدرس في شي برنامج اعدادي ديال بدايه الموسم؟ لا قلت لك درنا برنامج اعدادي نكذب عليك، حدود الساعه باغي كنرموا البيت، كنرموا البيت وبغينا نتفاداو الاخطاء اللي وقعتنا السنه اللي دازت، اخطاء مزدوجه لا في مستوى التسيير في مستوى التقني. بغينا نرموا البيت ديالنا عاد نطلقوا ان شاء الله، واخا معطلين ولكن ان شاء الله نحاولوا نداركوا ونصحوا داك الشيء اللي الاخطاء اللي وقعت في السنوات اللي دازت. نعم، وبالنسبه للمستوى التنظيمي يعني كناش كاين شي يعني جمع عام ديال الفريق؟ ربما هذا هو اداه اللي كنت كنقصد منه ترميم البيت ان شاء الله. كاين جمع عام وربما تكون مازال تحددوا التاريخ ديالو؟ ربما حددنا التاريخ ديال الجمع العام اللي يديروا الاخوه المسيرين باش نعرفوا الخريطه الطريق، واش الفريق يلعب من اجل الصعود، واش من اجل البقاء، واش الفريق يلعب باش يطيح، باش نعرفوا لنا قبل ما تنطلق البطوله نعرف الفريق ما له وما عليه وكل حاجه. كل متطلب عنده امكانيات ديالها. الفريق اللي كيلعب للصعود اكيد خصو الامكانيات البشريه وماديه باش تمكن، الفريق بغى يلعب البقاء راه عندنا لاعبين اللي كما كتلاحظوا كيكونوا طبق قوسين او ادنى باش نوصلوا مباريات السد، والفريق اللي وصل مباريات السد لنا معودين على هذه المباريات يعني يقدر يحقق الصعود.